بعد النجاح الكبير اللي حققه مسلسل باب الحارة في أجزائه السبعة، اتسرب كلام من الكواليس عن إن الرقابة في سوريا رفضت الجزء الثامن من المسلسل، وده بداعي إنه مش على المستوى المطلوب. ورغم إعلان الرقابة عن سبب رفضها للعمل، إلا إن بعض المصادر اتكلمت عن إن كل الاحتمالات واردة تجاه الرفض ده.